السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العمارة أو في مجال الكونستراكشن أو مجال البناء. إزاي هنقدر إحنا نستخدمه؟ أول حاجة عندنا كمثال اللي هو الشات جي بي تي. ده مثال حلو أوي على موضوع الذكاء الاصطناعي. واحد يقول لي هو شات جي بي تي إيه علاقته بالعمارة وإيه علاقته بالكونستراكشن؟ الشات جي بي تي تقدر تسأله أي سؤال، يعني ممكن كود ناقص من عندك مش فاكره، بدل ما تقعد تدور عليه تسأله، تقول له مساحة النوافذ للحوائط أو مساحة الغرفة قد إيه، فيبدأ يديك المعلومات ديت. وفي حتى قاضي كان عايز يصدر حكم بس هو مش فاكر القانون، فراح دخل على شات جي بي تي وقال له هل يحق للقاصر إن هو يعمل كذا كذا، فراح اتحكم في الورث والحاجات ديت، فراح مديله النتيجة. ومجال المحاماة برضه من ضمن المجالات، ومجال الطب. فتخيل بقى الشات جي بي تي قوي جدا، انا جربته في حاجات كتيره. يعني لا اخفيكم سرا ان في اسئله كتيره بتجيلي وانا ممكن يعني مش فاكرها او مش مذكرها، ببعتها للشات جي بي تي وهو يجيب لي النتيجه على طول. يعني حد بعت لي سؤال على القناه وعايز يربط بين السيفن 3 دي وبين الجي اس، فانا مش فاكر الاجابه، فبساله واخد السؤال اساله له وهو يجاوب. لكن ثلاثه لكن هم ما ينفعش تاخدها كوبي بيست وتبعتها في كل حاجة. شات جي بي تي ما تعتمدش عليه، لأن نسبة الخطأ بتاعته من 20 ل 25، فلازم تراجع. يعني مرة قبل كده بقول له ازاي اعمل ادراج لصورة في برنامج، فهو اوتوماتيك ادراج، يبقى روح قائمة ادراج وانزل وهتلاقي تفتح البرنامج ما تلاقيش. وبيساعد كتير في الداينامو، ممكن في شفرة كود عايز تكتبها بالبايثون فمش فاكرها، فممكن تقول له اكتب لي كود لعمل كذا كذا كذا. فعلى سبيل المثال ممكن تفتح مثلا الداينامو وفي كود عايز تكتبه، فهو شات جي بي تي فيه جزء كبير قوي خاص بيه ان انت تكتب البرمجه. وهاجي هكتب هنا مثلا رايت بايثون كود فور داينامو ريفيت تو كالكوليت مثلا all lines اوكي in Revit project. وفي ثواني هو بقى يبدأ يكتب لك البايثون كود، كل عليك ان انت تاخده كوبي بيست. متخيل؟ تمام. ده كود كتبه لي في ثواني، اعمل كذا كذا كذا. دي فكره ان انت تقدر تعمل الكود، ما عجبكش بتقول له اعمل لي ريجنريت لي الكود. فشات جي بي تي من الحاجات القويه جدا ان احنا لازم نستعين بيها في الشغل بتاعنا. طيب ده نوع من انواع الذكاء الاصطناعي. طيب بعد كده بيجي لنا نوع تاني من انواع الذكاء الاصطناعي، هو ان يحول التكست الكلام اللي هتكتبه لصورة، او بترفع صورة هو يبدأ يعدل لك فيها، زي مثلا موقع اللي هو ميدجورني، وده تعتبر اشهر واحد فيهم اهوت. وبنلاقي برضو مواقع تانية لا تقل عنه اهمية، زي مثلا خلينا نشوف مثلا دوت وهنلاقي على قناة بين مقاربة شرحنا يمكن 20 برنامج بيعمل نفس الفكرة. ده بقى الفكرة في ايه، ممكن تكون انت عايز تعمل صورة معينة، او عملت صورة وعايز تعمل تعديل عليها، فينفع برضو تعمل القصة دي. يعني ممكن تقول له مثلا Arabic house with garden، اي مبنى انت بتفكر فيه. هو مش بيجيب لك صوره من على النت، لا ده هو بيعمل لك كرييت صوره خاصه بيه. ماشي. الميد جورني اهوت، نلاقي هنا ساين ان،
وفي دلوقتي مواقع بتعمل لك 3D، يعني مش بيعمل لك صورة 2D، لا انت تكتب مثلا عايز فراشة عربية بتاع يعمل لك 3D على طول. دي مثلا صور كتيرة، مجرد كتبت له كلمة فهو بدأ ان هو يعمل لي كرييت للصورة دي. يعني قلت له اعمل لي ليفينج روم كأنها في السبيس، فصمم لي الحاجات بالشكل ده. دي مثلا بقى قلت له تخيل لي قصة، فتخيل لي قصة، فقلت له طب القصة دي وصف لي كل بطل من الأبطال، فراح وصفهم لي. وخدت الحاجات دي وقلت له صمم لي الحاجات دي، دي صور ليا، رفعت له صورة هو عدل فيها، دي قلت له اعمل لي صور ديزاين. فالموضوع سهل جدا ولذيذ ممتع، من الآخر البرنامج ممتع. كل اللي عليك ان انت بتدخل على الديسكورد وبتخش على الميد جورني، بتلاقي ان انت تقدر تكتب اي كلمة وهو يبدأ ان هو يكريت الصورة دي، او لو دوست على علامة الزائد اللي هنا تقدر تقول له ان انت عايز ترفع صورة فيرفع لك الصورة اللي انت عايزها. ابلود افايل، طبعا انت بترفع صورة، والصورة دي بعد كده تقدر ان انت تقول له اعمل لي فيها شوية تعديلات، ضيف لي فيها باتمان مثلا. تمام، اي صورة، اي صورة عندك تقدر ان انت تقول له ابلود للصورة ديت. ممكن عندك مثلا الرندر اتعمل لفيلا وانت عايز تعدل فيه، فبدل ما تعمل رندر تاني تديله الصورة دي وتقول له اعمل لي التعديل دوت. مثلا لو اخترنا الصورة دي، وطبعا الصورة دي معروفة اللي يعتبر الرندر بتاع اهيت الصورة اللي تيجي مع ريفت عادي، او ممكن ترفعها على اي موقع بحيث ان انت بعد كده تاخد اليو ار ال بتاعها، المسار بتاعها، وتقول له هنا خد المسار بتاع الصورة دي وعدل عليها. او تقدر تكتب له هنا مثلا imagine واخد بالك من جودة الصورة. بقول له تخيل ايه الصورة هيت. الصورة دي بقى تقدر تدوس عليها رايت كليك وتاخد المسار بتاعها كوبي ايمج ادرس ادرس. تمام، تعالى بقى ننزل هنا تحت خالص الشريط اللي تحت دوت، اعمل سيلكت اول، بقول شرطة وقول له انتر. ولما تكتب الحاجة اللي انت عايزها، مثلا عايزه يتخيل لك بيت مثلا Arabic home in Egypt، وبعد كده انتر. عشان الناس كتير بتكتب في نفس الوقت وكلكم شغلكم بيظهر مع بعض. لسه بيتحمل الصورة. طيب ممكن تيجي هنا وتقول له imagine، وتدي له المسار كله بتاع الصورة، وتكتب له أي كلمة بقى أنت عايزها. add cloud مثلا وانت. طبعا دي البيت اللي هو اتعمل اهوت، تقدر تقول مثلا يو 3، يعني شوف لي المنزل رقم 3 ده عاجبني، اعمل لي صورة دي اكبر. او ممكن تقول له حملهم لي تاني. على كم بما ربح هتلاقي ان شاء الله
فيديوهات كتيرة في القصة ديت. وزي ما اتفقنا ان مش هو الحاجة الوحيدة، لا في حاجات كتيرة جدا بتعمل نفس الأداء. يعني حتى لو جيت تبص كده على الحاجات اللي عندي على الميد جورني، عندي بلو ويلو ده برضو من الحاجات القوية. عندنا برضو هنا ستوك ايمج دوت اي اي، بلاي جراوند اي اي كويس جدا، لكسيكا اوكي، ليوناردو اي اي، النايت كافي تمام. الحاجات دي بتديك حاجات لا نهائيه. يعني الميد جورني عشان معروف قوي بيديك فري تقريبا مش فاكر 20 صوره تجرب وبعد كده لازم تشتري. طيب تعالى نشوف اللي احنا كنا طلبناه قبل كده، موقع اسمه سي ار اي اي واي او ان، هتلاقي عمل لك الصور دي كلها. اي صوره فيهم تقدر تكبرها وتبدا ان انت تشوفها. طيب تعال نشوف باقي المواقع. عندنا ديل اي، وده فعلا استخدمته كتير قوي في شغل حقيقي تمام. هو تبع اوبن اي اي اللي عامل شات جي بي تي، وهي كانت اوبن سورس الاول لكن دلوقتي ما اصبحتش اوبن سورس. ده مثلا ديل اي هقول له عايز مثلا هاوس ان فيش شي، ونشوف الميزه ان انت دلوقتي سبت له اي حاجه، ولو غلط مش هتدفع فلوس ولا حاجه، هتقول له اعمل لي كريت صوره تانيه. وفي تحت كده كان ان انت تعمل ابلود للصوره، تحت المكان اللي تقدر تكتب فيه تقدر ان انت تحمل صوره. هتلاقي هنا صور كتيرة اشتغلت فيها، في صور فيها شغل حقيقي، صور مباني، صور حاجات في الشغل بدل ما تاخد وقت عملتها هنا على الموقع ده، كان يعني أداء عالي يعني. فيبدأ يعمل لك صور بالشكل دوت أو بالشكل دوت، هو في ثواني يقدر يعمل لك صور أربع صور مختلفين تماما. أنت تبدأ تختار اللي أنت عايزه وتقدر تغير الكلمات بحيث توصل للصورة اللي أنت عايزها. في برضو محرك بحث اللي هو ليكسيا، ده بيدور في كل الصور اللي الناس عملتها قبل كده. خلينا نكتب كلمة ايجيبت ونشوف الناس اللي عملت صور عملت ايه. كلمة ايجيبت بتبقى على الحضارة الفرعونية أو حضارة الأهرامات أو حضارة الأسر وهكذا. طيب احنا كده كل ده بنتكلم على نوعين من انواع الذكاء الاصطناعي. والنوع الاولاني هو ان انت في ذكاء اصطناعي بتناقش معاه، والنوع التاني ان هو تولد صور باستخدام الذكاء الاصطناعي. لكن في حاجات تانية غير كده يمكن اكتر تخصصا تمام. في مثلا كونكس، الشركة دي سي او ان اي اكس، دي بتعمل حلول لمشاريع الهندسه المعماريه. ممكن تديله مثلا مكان معين وهو يبدا ان هو يوفر لك تصميمات مفصله جاهزه ليك. يعني هو مش بيدور كده على النت او يجيب حاجه. يعني كنت زمان شفت تطبيق ملوش علاقه بالذكاء الاصطناعي، هو عنده قاعده بيانات كبيره قوي، فلما تقول له انا عايزك تصمم لي الفيلا ثلاث غرف ومثلا فيها طرقه وحمامين، يبدا ان هو يجيب لك صوره من الموجودين. انما لا، ده مخصص وأداؤه عالي جدا يعني. بعد كده بنلاقي يور فيس اللي هو سكان تو بيم، ان انت عندك الليزر سكان بعد ما خدت المعلومات بتدخلها في قلب البرنامج، هو يبدا ان هو اوتوماتيك يحوله لبيم، بيبدا من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الالي يعرف ان ده باب حيطه وهكذا، ويوفر عليك الوقت. يعني هو مش هتديله الحاجه، مش هتدخلها الفرن هتطلع خلصانه، لا، هو الفكره ان الوقت اللي انت المفروض هتقضيه هيقدر ان هو يقلل لك الوقت ده بس. ودي حاجه مهمه جدا، دي حاجه ان احنا محتاجينها.
ان بدل ما تقعد مثلا 100 ساعه، لا ممكن يبقى 20 ساعه، وبعد كده تبقى 10 وهكذا. طيب تعالى بقى نتكلم مع البيم. هتلاقي ان البيم اصلا يعني وفر وقت كتير جدا على الذكاء الاصطناعي، ان هو خلاص عارف ان ده باب وده شباك والحاجات دي كلها، فعنده الانفورميشن اللي الذكاء الاصطناعي محتاجها عشان يبدا شغل. ففي نقله هتحصل، يعني مش هيبقى في بيم، هيبقى في اي اي بيم، ارتفيشال انتليجنس بيلدينج انفورميشن مانجمنت. فهيحصل لك حاجات كتيره جدا، بس لو انت عندك نفس الذكاء الاصطناعي ده ودخلت على اوتوكاد مش هيديك نفس الاداء، لان هيبذل جهد كبير جدا عشان يعرف الخطين دول ده باب ولا حيطه ولا شباك ولا. فالبيم موفر له جزء كبير جدا، واحنا عايزين نبقى قاده في الصناعه ديت، ان احنا ندخل الكود المصري والعالمي في قلب البرنامج، بحيث ممكن اقول له وزع لي حسب الكود، فيبدا يوفر وقت، او اعمل لي تشيك هل في مشكله في الكود ولا لا، فيبدا ينبهك، اه لا ده المسافه بين السلمين اكتر من المسافه المسموح بيها، ده المفروض يتحط مثلا سلم هروب تاني، لا ده المفروض يحصل كذا، خلي بالك التوزيع مش مطابقه للكود. فالتشيك يتاكد من الكود، دي حاجه اسمها اس سي اوتوماتيك كود تشيكنج، بيبدا يفحص الكود ويتاكد من ان احنا مش نتابع كود ولا لا. وفي برامج كتيره جدا، يمكن مثلا اشهرهم برنامج الماجيك كاد، ده برنامج فنلندي من اقدم البرامج اللي استخدمت قصه انها تدخل كود في قلب البرنامج بتاعها. طيب برنامج سبيس ميكر ده تقريبا اديت عنده قبل كام محاضره، فعشان كده حاطط الرابط بتاعه. السبيس ميكر هو عباره عن موقع على النت تبع اوتوديسك، بتديله المساحه وهو يبدا ان هو يعمل التوزيع بتاعها. لو شرحته هياخد نص ساعه لوحده، ف اقل حاجه نص ساعه يعني عشان نفتح ونوريكم المزايا فيه، لكن الفيديو موجود ممكن الناس تبدا ان هي تشوفه عشان نوفر عليكم وقت. لكن هو البرنامج خطير، ان انا احدد له مساحه وبعد كده اقول له ادرسالي، يشوف هل هيقدر يشوف البحر من المناطق دي ولا لا، هل في صوت مثلا هيبقى مسموع التلوث ولا لازم نبعد، والحاجات دي كلها. بعد كده بنلاقي عندنا برنامج اسمه وايس بيم او بلانتو بيم. البرنامج ده خطير جدا، هو عباره عن موقع على النت، رفعت له الملف وسجلتها فيديو، مجرد رفعت له ملف بي دي اف راح هو قعد كده تقريبا دقيقه وراح جايب لي الملف ده، حوله لي لبيم، حوله لي الملف اي اف سي. اي اف سي بقى تقدر تدخله جوه برامج الاركيكاد وجوه الريفت وجوه حاجات كتير يعني. تمام، الفيديو موجود، سيبه لكم اسفل، وموجود على القناه. تمام، اسمه وايس بيم، موجود على القناه، وهتلاقي الفيديو، وهسيب لكم البي دي اف دوت بحيث ايه تقدروا تنطلقوا منه ان شاء الله. بعد كده هندخل على مجموعه من الادوات اللي موجوده في فولف لاب، دي ممكن تستخدمها جوه الريفت، بيديك شويه امكانيات جميله جدا، زي فكره ان انت ترندر صوره معينه بالذكاء الاصطناعي. بنلاقي مثلا الاداه ديت، دي ممكن تقول له اعمل لي ريندر. طب بعد ما عمل الريندر تقدر تحط له بعض الكلمات، هو يبدا ان هو يدخلها في قلب الصوره، يعني ممكن تقول له حطها لي في وسط خريطه معينه، او حط لي زهور، او حط لي سحاب، زي ما انت عايز. يعني بدل ما تاخد الصوره توديها للميد جورني يعمل لك الريندر، لا انت ممكن ان تقول له اعمل لي الريندر، وتقول له بقى ايه يعني بعد اذنك حط لي شويه ورد هنا، حط لي شويه عربيات هنا، طيارات هنا. فبالشكل دوت ممكن تقول له هنا برومت، تقول له مثلا اد سم بلانيت او سم فلاور. او حط لي شوارع، حط لي كذا. تقدر تقول له مثلا ده خلي المشهد ده عايزين مثلا اتموسفير، عايزينه مثلا انتريور، عايز تعمل كاميرا ريندر، ممكن صورة أو اتنين، لأن هو مش بيعمل ريندر ثابت، هو هيعمل لك حاجات مختلفة كل مرة. لو نفس الحاجات قلت له اعمل ريندر بيديك نتائج مختلفة، لأن هو معتمد على الذكاء الصناعي، فبيبدأ يعمل لي ريندر بالشكل دوت. وبيطلع الاداء بتاعه عالي، كل مره بتغير الكلام تقول له اعمل رندر تاني،
يديك اداء متميز. تمام. طيب من ضمن الادوات التانية اللي موجودة في قلب الاداة اسمها ايفولوب لاب حاجة اسمها جي ال واي بي اتش. الاداة دي كأنك انت بتبرمج بس من غير ما تكتب اي حاجة خالص. هو بيقولك انت عايز تعمل ايه، عايز مثلا احط كل الفيوهات في الشتات مثلا، فبتقول له والله انا عايز الخاصية ديت، فبيقول لك خلاص اختار، فبكام ضغط الزرار بتعمل برنامج خاص بيك انت. وفكرته بسيطة خالص، يعني هقول له مثلا عايز اعمل زائد، طب الاكشن اللي انا عايزه اعمل كرييت مثلا، طب ريفيو ولا ليجنت ولا شيت، اللي شيت مثلا، طب من خلال ايه، من خلال الروم، يبقى كده كل روم يحطها في شيت اوتوماتيك. تمام. كل كاتيجوري يحطها في شيت، كل ليفل يحطها في شيت، كل سكوب بوكس يحطها في شيت. فتخيل هيوفر عليك وقت كتير قد ايه. تمام. دي من ضمن الادوات القويه جدا. هو برضو في شويه حاجات لذيذه زي مثلا الجينيريتيف ديزاين، ده موجود في قلب الريفت، لكن هنا بيبقى فيه شويه استخدامات اقوى. يعني الجينيريتيف ديزاين ان انت مثلا تقول له وزع لي بشكل معين، وتقول له مثلا انا عندي حته ارض هي وزعها. طيب تعال ندخل بقى على حاجه اسمها تيست فيت، ودي يمكن انا شرحتها مثلا في 5 6 محاضرات، فسايب لكم الرابط. دي عباره عن ايه، بتيجي على حته ارض وبتروح مدي له الحدود بتاعتها وتقول له اعملها لي مثلا منطقه سكنيه، فيبدا هو يحط لك الاجزاء بتاعتها. طيب خلينا نجربها. اقول له انا عايز نيو بروجكت، والميزه ان هو تقدر تسطر الشغل ده للريفت وكمان شغل على الريفت. نيو بروجكت، تختار بقى من الخريطه المكان اللي انت عايزه. هتيجي هنا بروجكت، تكتب المكان اللي انت عايزه، وتيجي علامه الزائد هنا، وتقول له ان انت عايز سايت. طيب السايت هيقولك بقى حدد المكان اللي انت عايزه. اهو اهو، هو اوتوماتيك يبدا بقى يوزع لك المنطقه دي، بس ليك ان انت تتحكم فيها، يعني مش هي ثابته، لا تقدر ان انت تعدل فيها زي ما انت عايز لحد ما توصل اللي انت عايزه. تمام. طيب تقدر بقى تقول له لا ده انا عايز المكان ده مثلا جاربن تاور، عايزه زي ما انت عايز، التوزيع اللي انت عايزه تقدر ان انت تتحكم فيه. تمام. وتقدر ان انت تعدل في اي لحظه، يعني كانك اشتريت مثلا حته اضافيه فعايز ان انت تعدل، تقدر تعدل زي ما انت عايز. تقدر ان انت تختار الحاجه اللي انت عايزها. شرحناها بالتفصيل في الفيديوهات، فمش عايزين نطول في الشرح. الجميل ان انت في اي لحظه بتقول له 3 دي، بيبدا ان هو يوريها لك من 3 دي، وتحت بيبدا يجيب لك حصر كل الاجزاء بتاعت المبنى والدوار والفلور والباركينج و و والحاجات دي كلها. فبرنامج خطير جدا، بيوفر معاك وقت كتير جدا في الشغل. هتلاقي الفيديو تقدر ان انت تتفرج عليه بالتفصيل. بالله عندنا برضه تكسر بلو فور. طيب تعالى نشوف الفيديو بتاعه سريعا. بيكون عندي حتة أرض مثلا، وأبدأ إن أنا أرسم الحدود، وهو بيبدأ يرسم تفصيل، مجرد ان انا رسمت هنا الجزئيه ديت وقلت له اعمل ران، فبيديني اشكال كتيره، تقدر تختار اللي انت عايزه، وتقدر تقول له مثلا طب انا عايز اشوف الرؤيه، هل الممكن دي اقدر اشوف من خلالها مثلا اهرامات او كده، فبيقدر يعمل لك دراسه للموضوع دوت. تقدر تقول له المساحه في الارض مثلا هتبقى قد ايه، المساحه الكليه قد ايه، التارجت بتاعك للمشروع ده، ويبدأ ان هو يديك اقتراحات للتصميم. تقدر تعمل دراسة للشمس والرياح والأرض وكل الحاجات ديت كل أيام السنة، وكل ده عبارة عن موقع، يعني مش محتاج تسطب أي برامج خالص. تمام. طيب دي برضو من الادوات القوية، اتمنى نستفيد منها. ده ارك ستير، ارك ستار ده بتديله مساحة ارض وتقول له مثلا عايز التوزيعات،
وتقول له ابتز مثلا اهم حاجه بالنسبه لي المساحه، اهم حاجه بالنسبه لي الارتفاع، تبدا تحط القواعد بتاعتها وهو يبدا يقسم على اساسها. ده فينش، ده كان زي بحث، مجرد ان انت بتغير الابعاد بتاعتك هو يبدا يجيب لك التقسيمات. زي ما انت شايف لو شقه كبيره هيبدا يديها تقسيمه كتير، يحط لك مثلا اكتر من حمام واكتر من غرفه نوم، وتحط لك الصاله، غيرت وضيقت، يبدا ان هو يلغي حاجات وهكذا. برضه البارافين ده برضه كلاود، مش محتاج انت تسطب اي حاجه خالص، تبدا تديله قطعه الارض وهو يبدا يجيب لك اقتراحات للتقسيمات وعدد الغرف. ده خاص بالاستراكشر ديزاين، ده برضه بيشتغل من خلال الانترنت. طيب ده سواب، هو مثلا المشروع اتطلب منك ان انت مثلا تكبر الغرفه دي شويه، فمش محتاج تعدل اي حاجه تاني، هو اوتوماتيك بيعدل كل حاجه مع نفسه. طيب ده كيوبيك، ده تخطيط تصميم العقارات في وقت قليل. تعال نشوف الشرح بتاعه على ابن عربية مثلا على الفيديو. الخطوات كلها كانت بسيطة خالص، انت بس بتمشي خطوات معينة، بيقول لك مثلا اسم المبنى، طب انت عايز نوع النشاط اللي فيه ايه، طب عايزه كام دور، طب عايز يبقى فيه مثلا الغرف تبقى عاملة ازاي. هو يبدأ يجيب لك كل ما بتغير حاجة، مثلا حطيت غرفتين فيقول لك يبقى السبيس تايب قد ايه والديبارتمنت قد ايه، كل الحاجات دي هو بيعمل الحسابات بتاعتها ويعمل لك ريندر برضه للمبنى، كل الحاجات دي في ثواني مع الجزء. بعد كده بنلاقي موقع خاص بالاستدامة اسمه هايبر، ده موقع ممتاز جدا، بتختار التصميم اللي انت عايزه بالشكل دوت. فبتقول مثلا بعد ما بتحدد المكان وترسم الحدود بتاعت المبنى وهكذا، بتلاقي دول كتير قوي، تقول له انا عايز اعمل سولار اناليسيس فيعملهولك لك، عايز اعمل ساوند لاندسكيب يعملهولك لك، يجيب لك ايه الاماكن اللي الصوت فيها ممكن يكون عالي ومزعج وايه الاماكن اللي بدها من صوت. يعني عشرات الادوات، لمجرد ان انت بس ايه بتختار المكان، وبعد كده بتختار ترسم سكتش سريع المكان اللي انت عايزه، وهو يبدا يعمل لك بقى دراسات. موقع ممتاز جدا يعني. ده بقى الجنريتيف ديزاين، ان انت مثلا انا عندك قطعه ارض، فتقول له والله انا عايز التوزيع بتاعها يكون بمحددات معينه، فهو يبدا يكريتها لك. وموجوده كده كده اصلا في جوه ريفت، بس لازم يكون عندك نسخه اصليه. الفيديو هو بتاع شرح ازاي انت تشتغل عليه. طبعا الدينامو في قوه كبيره جدا في موضوع الذكاء الصناعي، لان انت تقدر تشغل شات جي بي تي، وتقدر تشغل الميدجورني جواه، جوه الدينامو وجوه الجرسور. يعني ممكن كل شويه تساله مثلا دي حلها ايه، فهو يبدا ان هو يتفاعل ويحلها. نخش بقى على الاداه اللي هي ايزو جي 6، ده منصه تحليل المكان المتقدم، بيوديك يوريك المكان ويبدا ان هو يستخدم برامج التحليل. ده ديبس ماب، منصه برمجيه متعدده المهام عشان تعمل تحليلات للشبكة المكانية مصممة لفهم العمليات الاجتماعية داخل البيئة المبنية. تدور المكان وهو يقول لك مثلا في إنارة هنا واصلة أو مش واصلة، أو في علاقة بين نشاط معين ونشاط آخر. بيتش 3D، مباني 3D، مجرد إن أنت بتغير طول العرض المبنى كله بيتغير. دي الدراسات المبدئية اللي كان الطالب شغال عليها. وده اللي هو الاي سي سي، اللي هو اوتوميتد كومبلاينس تشيك، تديله بس الحاجه هو يبدا ان هو يفحصها. دي اشتغلنا عليها، فهتلاقي برضه شرح حلال في بمراجع ازاي انت تعمل تحليل وتاكد ان المبنى بتاعك مطابق للكود، سواء معماري او انشائي او الاستدامه. هنا تحليل للمكان، يعني ممكن تعمل حديقه لكن الناس مش مبسوطه فيها، فليه ما يبقاش فيه مسارات معينة؟ ليه ما يبقاش فيه أماكن الناس تقعد فيها مستريحة؟ البحث موجود تحت. طيب في حاجات تبقى أوبن سورس، بحيث إن أنت
تقدر ان انت تطلع على الكود وان انت تشوفه. بالذات بقى مواقع البناء، في شركات عملت لهم حاجات مثلا لو انت عايز تدخل جوه تصور حاجات معينه، فالدرون بيبدا ان هو يمشي يصور لك كل حاجه. دي خوذه معموله برضو مرتبطه بالذكاء الصناعي، ان هو اوتوماتيك بيصور، واوتوماتيك لو في اي مشكله بيبعت تنبيه. انا لاحظت حاجه، لاحظ مثلا في وسط الصور 1000 واحد شغال، واحد مش لابس خوذه، يبدا يدي تنبيه. فمحتاجين هنا ايه، بيحلل الصور، بيحلل اي حاجه في السنسور في الانترنت اوف ثينجز. دي احدى الشركات عنده، بيقول لك انا عندي داتا كتير جدا، فمحتاج ان انا احللها في ثانيه. اول ما يحصل اي حاجه اوتوماتيك يبدا ان هو يتعرف على الصوره، يتعرف على الوجوه، الشخص ده مش مسموح له ان هو يدخل المكان الفلاني، السقالات دي مش معموله مظبوط، الراجل ده مش لابس الفيست ليه، الراجل ده مش لابس الخوذه ليه. هو اوتوماتيك بيحلل الصور كلها ويبدا ان هو يدينا تنبيهات في الوقت الحقيقي. المفروض يعني مع الوقت الخوذات دي هتبقى حاجه اساسيه في الموقع ده. برضه موقع حلو قوي، شرط نبذه مقالب التسليم في شكل قطعه الفيديو، بيساعدك على التصميم وبيساعدك ان انت تعمل 4D اونلاين من غير ما تحتاج ان انت تسطب اي حاجه. ده احدى التطبيقات اللي لسه شارحها قريب. دي اداه مسطبه جوه الريفت، بديله بس الماس، هو يبدا ان هو يجيب لي التقسيمات بتاعتها، ويبدا يقول لي ان ممكن الكتله دي توزع قد ايه مثلا سكني، قد ايه مكاتب، وهكذا. فبتوفر عليك وقت كتير جدا يعني.